نظمت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية جيجل تحت إشراف مدير امتياز التوزيع وبالتنسيق مع الوكالة الوطنية أسبوعاً للتبرع بالدم من 3 إلى 7 أكتوبر 2021، وهذا تحت شعار التبرع بالدم صدقة جارية. المزيد في تغطية الزميلة جوفي سهير. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بهذه المناسبة وتحت شعار مؤسسة مواطنة نظمت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بجيجن هذه الحملة بالتبرع بالدم، وذلك بالعمل التنسيقي مع الوكالة الوطنية للدم تحت إشراف دائم المديرية العامة و مديرية الصحة بولاية جيجل. هذه الحملة نظمت على مستوى المقاطعات الثلاث جيجل طاهر وميليا بحضور دائما أطباء من مديرية الصحة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير الناس أنفعهم للناس. فهذه تعتبر عمل إنساني محض، وربما يكون فينا ولا في هذه المتبرعين ربما نشارك في إنقاذ حياة أحد الأشخاص. نطلب من الله عز وجل القبول، فهي عمل صالح. كل ما ندعوه هو تقبل هذا العمل الصالح. نطلب من الله أن يجعله في ميزان حسنات، والله ولي التوفيق. على حسب ما رأيت نورمالمون إقبال لا يحتشم، ما كنقولوش ما إقبال وفير ولكن لا يحتشم. نطلب من كل الناس حتى سواء المواطنين أو حتى العمال تاعنا الإقبال هذه، ما هو إلا عمل خيري. هذا ما اللي نطلبه من الجميع. اليوم رانا ديرنا مبادرة نتاع تبرع بالدم، ونسأل الله باش تكون في ميزان الحسنات والناس تبادر، لأنه ممكن في بعض الأحيان يكون الناس في أمس الحاجة للدم هذا. باغ إكزومبل أنا واحد يدير أكسيدون راه في أمس، دونك رانا بالطريقة هذه اللي هي طريقة حضارية نكونوا ساهمنا في إنقاذ أرواح، ممكن طفل صغير، ممكن امرأة حامل، ممكن كذا. كل المجتمع حنا في بارتي دو لا سوسيتي هذا أون طونك أجون تاع نتاع لاسيونال غاز، مادا بينا تتوسع سورا إيلارجي سور توت لي سيكتور و سور توت لي اسباس سوا ديزون، ونطلبوا ربي وفق الجميع. وشكرا لكم.